هنشوف مع بعض الفسيخ. السردين. السردين ايه؟ بس انا السردين ما بنضفهاش عامة يعني. ما بتتنضفش؟ انا ما بنضفهاش عشان هي سهلة يعني. طب قول لنا، لا للناس اللي عايزة تنضفها في البيت بقى ازاي؟ هي سهلة ايه؟ يعني عرف الناس في البيت. بجيبها كده اهو، وبعد الديل برضه. راس وديل اول حاجة راس وديل بتبدأ. راس وديل بعد ومن كده الضهر. من الظهر. من الظهر وش ده لأي نوع بقى سمك مملح؟ أي سمك صغير عامة. شيل الشوكة. دي بيبقى فيها شوك كتير؟ لا لا لا، انا طالما شلت السنسله خلاص. برضه لونها وردي اهي. لا بس على النبي سردينه دي بتبقى حادقه بقى السردين ولا؟ السردينه مش قوي يعني. السردينه ما بتبقاش قوي. بيبقى عندكم ساعات بساريه. بص بقى اهو، يجي بقى ايه؟ في ناس بتاكلها عادي بالجلد. في بتاكلها بالجلد وفي انا بعمل ايه؟ انا بخليها يعني ايه؟ بحب يعني ايه؟ انضفها من الجلد ده واشيله خالص. يعني عشان صغيره متعبه شويه وعشان عشان يعني كده انا ما بحبش انضفها. اللي عايز بقى بينضفها هي سهله في البيت. هو ينضفها كده ده سهل. ازاي سهل بحيث ان هي ما تفضلش تقشر القش والكلام دوت. لا يعني انا ايه؟ بجيبها كده اهوت بالسكينه وعلى طول يعني بتطلع معايا. كده اتشال معايا الجلد. بس فيهاش ولا شوكه ولا اي حاجه. الله ينور عليك يا استاذ احمد. دي السردينه دي. ده شكلها اهو السردينه. ده السردينه. وده بعد لما خليناه. تسلم ايدك والله. الله يخليك الله يخليك. كلمنا بقى على الاسعار السنه دي. هي الاسعار والله يعني هل انتم مختلفين عن السوق بره؟ الاسعار بره ولا اكيد ايه؟ اكيد احنا بنسمع اسعار غريبه بره. انا الحمد لله الحمد لله يعني ماشيين واحده واحده. 20 10 20 10 كده. مش بتزودوا كتير؟ لا 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 لا، خمسينات وكده. لا وازاي الناس اللي بره بكام يعني السنه دي؟ النهارده السنه دي الكيلو عامل 360. 360 اللي هو 3 في الكيلو. اللي هو 3 في الكيلو. 2 في الكيلو. الاثنين في الكيلو. الاثنين في الكيلو كمان يعني ما شاء الله الاحجام الكبيره. كبيره. وعندي ملوحه عامله 250، وعندي السردينه 140، عندي بقى الرنجه المبطرخه. دي البطارخ الناشفه لازم تبقى مجمده شويه بره. دي هتبيعها ب 200، وفي 160 الرنجه العاديه. انا هكملها لحد بعد العيد باذن الله يعني. مفيش نيجي اول يوم العيد ونقول مفيش ولا الكلام ده. باذن الله يعني ربنا يسهل الحال باذن الله. ان شاء الله باذن الله.